ما إن انتهى الرابع من آب حتى أعلن البنك الدولي وقف ما تبقى من قرضه لتمويل مشروع سد بسري وقيمته 244 مليون دولار. إلغاء التمويل جاء لثلاثة أسباب لم تلتزم الحكومة في إتمامها ضمن المهلة المحددة، وهي عدم انتهاء الحكومة من وضع خطة للتعويض الإيكولوجي، عدم إتمام ترتيبات التشغيل والصيانة، عدم تواجد المقاول في موقع العمل. أول شيء طبعا الجميع رضخ لضغط الشارع. اللي صار أنه المتعهد ما قدر يفوت نتيجة ضغط الشارع، بس كمان دراسة الأثر البيئي اللي انتهت بال 2016 ما تجددت، وبالتالي غير قانوني كان أنه المتعهد يباشر بالعمل. إلغاء التمويل شكل صدمة بالنسبة للأحزاب التي تؤيد مشروع السد كتيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر، حيث أعلن النائب جبران باسيل أنه سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدة وعلاي بتمويل سد بسري. وأضاف باسيل: سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه، عندها لن ينفع البكاء ولن يجدي إلا تأمين قرض جديد لنعود إلى نفس السد وبنفس الشروط، ولكن بكلفة أعلى بكثير، هكذا أفلس لبنان. نائب الشوف عن كتلة المستقبل محمد الحجار رفض التعليق مكتفيا بالقول في اتصال مع الجديد: نأسف لعدم السير بالمنطق العلمي، ما حصل هو قمة في هدر المال العام بعد صرف أموال الاستملاكات وإتمام جزء من الأعمال. أما النائب علي عمار فقد استغرب هذا القرار، موضحا أن ذلك لا يعني إلغاء مشروع السد. يعني أصبح من الواضح أن إرادة الشعب انتصرت مؤخرا في قطع مياه الشفاء ومياه الخدمة التي كانت ستجر عبر مشروع مصري إلى مليوني إنسان على مساحة لبنان. فهذا القرار أنا بعتبره جزء من سياسة العقوبات التي تفرض على البلد. بعض السماسرة السياسيين للأسف الشديد بإرادة الشر التي لديهم، والذين كانوا بالأمس مع المشروع واليوم ضد المشروع، قبضوا عشرات الملايين من الدولارات، وبالتالي واشتغلوا على تعطيل هذا المشروع. للأسف الشديد مع العلم أنه هذا القرار ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية، باعتبار أنه موضوع سد بسري صدر بقانون عن المجلس النيابي اللبناني ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ملزما للسلطة الإجرائية ولكل السلطات في البلد لتطبيق هذا القانون. مليار ومئتا مليون دولار هي تكلفة السد. حتى اليوم تم صرف نحو 400 مليون دولار، من بينها نحو 150 لاستملاك الأراضي. وهنا يطرح السؤال: ما مصير تلك الأملاك التي باتت بعهدة الدولة في حال ألغي مشروع السد؟ كان لنا شرف التقدم باقتراح عنون بأن تتحول إلى محمية، أن تتحول مرج بزري إلى محمية زراعية سياحية ضمن قانون الإطار الموجود في مجلس النواب. إذا نستطيع هذه الأراضي التي استملكتها الدولة أن نربح منها استثمار زراعي منتج، أن نربح منها منتزه سياحي بامتياز متنفس للناس بعد أن صادرت القيادات الكبرى والمحميات الكبرى كل الأملاك البحرية والنهرية، وبنفس الوقت نحافظ على التراث الموجود. ولعل النقطة الأبرز التي أعاد البنك الدولي إثارتها هو استعداده لتحويل أموال القرض لتلبية احتياجات الشعب اللبناني في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة. نعيم برجاوي، قناة الجديد.